بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى رجعنا بفيديو جديد، بس الفيديو النهارده مختلف. احنا هنعمل بقى ايه؟ مأكولات بحرية شوية. دلوقتي انا عندي جمبري كبير اهو بالمنظر ده. انا عملت فيه ايه؟ انا مسكت الجمبري ورحت انا بحب قبل ما اشويه، انا هشويه قبل ما اشويه بحب انضفه كده من الريش بتاعه والرجلين والحاجات دي اهو. انا حبيت اسيب لكم دول وتقعدوا تشوفوا معايا انا عملت ايه. قصته اهو، عملته كله بنفس الكميه بنفس الطريقه اهو كده اهو كده بيبقى نظيف كده. ودلوقتي بقى هنشوف هنعمل ايه في التوابل. عندي طماطم مبشوره، بصل مبشور، فلفل احمر، هريسة شطة وحسب الرغبة برضو، وده كمون. وعندي هنا كمون، فلفل اسمر، الكمون طبعا كتير، فلفل الاسمر حبة صغيرين، بهارات سمك، زعتر، بهارات مشويات، هنا رشة من السبع بهارات، بابريكا، ملح. وعندي هحط معلقتين برضو من الكاتشب. دلوقتي انا هنزل بالبهارات كلها اهو، وهعمل كده، هعملها كويس قوي مع بعض كده. انا عايزه البهارات كلها تبقى في بعضيها، داخله جوه بعضيها. والجمبري اما نقصقصه كده بيبقى شكله احلى، واحنا حاطينه في السيخ اللي هو الخشب بتاع المشويات. احنا هنشويه على التوستر، اللي عايز بقى يشوي فرن البوتاجاز ممكن، على حاجة تيفال ممكن، ده حسب بقى حرية. واحط معلقتين الكاتشب عايزة تعمليهم تعيريهم عيريهم، بس انا ايه عارفة المقدار بتاعي كده، معلقتين كبار هلخبطهم معاهم. وبعدين هنزل على الجمبري بالتتبيلة دي واقلبه، عايزة يشرب من التتبيلة، هقلبه كويس. بصوا كده يا حبايبي، انا عملته اهو في التتبيلة ولخبطته حلو قوي قوي، وعشان يشرب من التتبيلة انا هبيته في التلاجة لغاية بكرة. انا بعمله بالليل وان شاء الله بكرة هعمله. دلوقتي انا هغطيه اهو وهسيبه بقى في التلاجة بتاعتي لغاية بكرة، وما نيجي نشوي ان شاء الله هوريكم بقى واحنا بنشوي مع بعض. دلوقتي بقى انا طلعت الجمبري بتاعي من التلاجة اهو، هبدأ بقى سيخه، هدخل كده من الراس اهو اهو بالراحة اهو كده، هجيب واحدة تانية اهو كده اهو، اعمل واحد تاني اهو، انا ماشية معاه بالراحة اهو. واحنا بنشوي بقى اوريكو اهو، ثاني كده بالراحة، هي عايزة بالراحة عشان تبقى مظبوطة في السيخ اهو. واكمل كله بنفس الطريقة دي ونرجع نشوي مع بعض. انا كده يا حبايبي بقى دهنت دهنة من الزيت عشان اشوي الجمبري، سخنت التوستر بتاعي ودهنته زيت، واروح بقى ايه رص الجمبري عليه كده كده بالمنظر ده، تحفة كده. انا هكمل رص الكمية بتاعتي كده بقى، انا رصيت الجمبري بتاعي، هسيبه شوية على النار، وبعدين واحنا بنقلبه برضو مع بعض واما يطلع خالص اوريهولكم واحنا بنغرفه.
كده بقى انا بقلب الجمبري بتاعي اهو كده، هقلبه كله وبعدين اسيبه على الجنب التاني شوية لغاية ما يستوي وبعدين اطلعه. وبعد ما يستوي خالص كده انا الجمبري بتاعي استوى اهو، وهطلعه اهو كده، هطلعه بقى واغرفه واوريه لكم. وده يا حبايبي شكل بقى الطبق بتاعي بعد ما خلص اهو، حلو جميل. وده شكل الجمبري اهو بتاعي بعد ما خلص، ومحمد دقه لكم وبيقول لكم جميل. وما تنسونيش بقى في الاشتراك واللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد مني، وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعايزه اقول لكم معلش، الجمبري ده ممكن مش شرط على التوستر، ممكن برضو على مقلايه تيفال من غير حتى السخان الخشب دي، وممكن في الفرن على صاجه ونقلبه برضو على الناحيه التانية نحطه في الصاجه من تحت. وجربوه بألف هنا وشفا. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.